الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، تأكيد من جلالة الملك على مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل وغايتها المواطن المغربي. رياضة السنوكر تضيف ميداليتين ذهبية ونحاسية لرصيد المملكة في الألعاب الإفريقية بعد فوز كل من أمين عميري وياسين بلامين في اللقاءات النهائية بالدار البيضاء. في إطار الألعاب الإفريقية 12 تنظيم ندوة بالرباط حول القيم والرياضة تحت عنوان ثقافتنا تجمعنا، المجد لقارتنا السمراء وإشادة بجهود المغرب لتنظيم هذه التظاهرة القارية. ضمن قراءتنا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، نتناول محورا يربط بين النموذج التنموي ومرحلة جديدة عنوانها المسؤولية والإقلاع الشامل. يحتل فيها التكوين المهني دورا أساسيا كرافعة محورية لمواكبة هذا النموذج التنموي الجديد. تقرير حسن زكي ومحمد العروي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أهمية التكوين المهني كرافعة أساسية لمواكبة النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تمكين الشباب المغربي من اكتساب مؤهلات وكفاءات للولوج لسوق الشغل والمساهمة في تطوير تنافسية الاقتصاد المغربي. كما شدد جلالته في هذا الصدد على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. التكوين المهني بالنسبة للمغرب اليوم هو ينخرط في إطار آخر. نحن نعلم بأنه اليوم المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد هو في حاجة إلى موارده البشرية، خاصة الشابات منا، وخاصة أن أغلبها متعلم، ولكن هي في حاجة إلى الاندماج في سوق الشغل وفي عالمه. وبطبيعة الحال هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق تكوين يلبي حاجة المقاولة ويلبي حاجة المستثمرين الوطنيين والأجانب بصفة عامة. خطاب الملكي جاء بمضمون النموذج التنموي الجديد وأيضا بالرأسمال البشري الذي يمكن أن يقوم أو يعتمد عليه هذا النموذج، كفاءات شبابية قادرة على المزج بين التعليم وبين الخبرة المهاراتية. كما أكد جلالته على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب من خلال خارطة الطريق الجديدة لتطوير منظومة التكوين المهني بالمملكة عبر ملائمة المهن والكفاءات حسب مؤهلات كل جهة وتوفير أطر مؤهلة في المهن الجديدة. انخراط مكتب التكوين المهني كفاعل أساسي في تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير منظومة التكوين المهني بالمملكة، وذلك عبر إحداث مدن المهن والكفاءات في جميع جهات المملكة، خلق دينامية جديدة يطبعها الانسجام والالتقائية بين منظومة التكوين المهني وعالم المقاولة من جهة، واعتماد مقاربة بيداغوجية جديدة متطورة ومرنة تستجيب للتطورات التكنولوجية وحاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة. هي رؤية استشرافية مولوية بوضع التكوين المهني في صلب النموذج التنموي باعتباره رافعة ذات أولوية من أجل إدماج الشباب في الحياة النشيطة لتأثيره المباشر على النمو الاقتصادي ولكونه عاملا أساسيا في إغناء الرأس المالي البشرية. نفتح صفحة الأنباء الدولية من بياريتس الفرنسية، حيث سيحاول قادة دول مجموعة السبعة اليوم التوافق على تدابير طارئة لمكافحة حرائق غابة الأمازون، وأيضا على إنعاش الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤا جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. فرح سعد. ملفات حارقة تطرح على طاولة قمة مجموعة السبعة التي تستضيفها مدينة بياريتس الفرنسية، ويتابع الرأي العام العالمي باهتمام كبير ما سينتج عن هذه القمة من قرارات من قبل قادة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالحرب التجارية الحالية بين واشنطن وبكين والتوثر بين إيران والقوى العظمى، إضافة إلى الملف النووي الكوري الشمالي وحرائق غابات الأمازون.
القمة تنعقد في وقت يحمل فيه الأوروبيون واليابانيون مسؤولية تراجع النمو العالمي للحرب التجارية التي تخوضها واشنطن وبكين، والتي تأججت الجمعة الماضية بالإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة. مجموعة السبع التي تلتئم هذا العام لمدة 3 أيام عرفت كذلك انعقاد أول لقاء بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني في خضم أزمة بريكزيت. وتدعم الولايات المتحدة الحكومة البريطانية التي تسعى لتنفيذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. هذا ومن المنتظر أن تعلن واشنطن عن اتفاق تجارة كبير جدا مع المملكة المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. الحرائق التي تجتاح أكبر غابة استوائية في العالم كانت من أهم مواضع النقاش في قمة مجموعة السبع في بيريتس بجنوب فرنسا، وأثارت غضبا دوليا. وتجتاح مئات الحرائق الجديدة غابات الأمازون بشمال البرازيل وفق بيانات رسمية، بعد تعبئة آلاف الجنود للمساعدة في مكافحة نيران هي الأسوأ منذ سنوات، وقد اندلع قرابة 1663 حريقا جديدا بين الخميس والجمعة بحسب المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء. في الشرق الأوسط، أفادت وكالة الأنباء السورية رسميا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، مؤكدة أنه تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلى أهدافها. ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته نفذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على أهدافه بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات. تظاهر حوالي 200,000 من أفراد الروهينجا المسلمة اليوم في مخيم للاجئين في بنغلاديش لإحياء ذكرى مرور سنتين على نزوحهم من بورما بعد أيام قليلة على إخفاق محاولة لإعادتهم إلى بلدهم. وكان نحو 740,000 من الروهينجا فروا من ولاية راخين بغرب بورما منذ سنتين بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه. في جديد أخبار الطقس ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية زخات رعدية محليا قوية ابتداء من الثالثة زوالا وإلى غاية 11 مساء بكل من أسزاك، طنطان، طرفاي، سمارة، العيون، بجدور ووادي الدهب، فيما ستستمر موجة الحرارة طيلة اليوم بين 42 و44 درجة بكل من بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة، تارودان، سطاطا، أسزاك، الميم، طنطان، طرفاي، سمارة والعيون. يقترن فصل الصيف بالاستجمام وأخذ قسط من الراحة، حيز زمني يستغله العديد من الشباب للحصول على رخصة السياقة بعيدا عن زحمة الدراسة والمشاغل الأخرى طيلة أيام السنة. من أحدى مدارس تعليم السياقة بمدينة سلا نتابع روبورتاج وفاء يعقوبي وأمين الشرقاوي. العطلة الصيفية تعتبر بالنسبة للشباب الوقت الملائم لتعلم السياقة والحصول على الرخصة. النموذج من إحدى مؤسسات تعلم السياقة بسلا. اختاريت ناخذ البيرمي ديالي دابا حيت في العطلة ديال الصيف ما عنديش بزاف ديال الأشغال، عندي الوقت الكافي أنني نحضر الحصص ديالي، نوجد لهم مزيان، نحفظ القوانين مزيان. كيكون البروغرام شارجي بزاف دوكو كنختارو ندوزو في الصيف باش كيكون عندنا الوقت كافي باش نبراتيكي وقتها. واصلا ما كنعرفوش لو جور ديال البيرمي، دونك يعني يقدر يجينا مع شي نهار يكون فيه اكزام ولا شي حاجه اخرى، داكشي علاش كندوزو في الصيف وكنكونوا هانيين هكا. الوقت ديال الصيف هو اللي كيكون خاوي عندنا في الجدول، حيت في ايامات القرايه كيكون شويه عامر حيت عندي لافاك هذا العام، كيكونوا لي زيكزام وامتحانات خصني ندوزهم. دابا حيت الطالب جامعي كيحتاج ضروري ترونسبور. في الوقت الذي يختار العديد من الشباب قضاء العطلة الصيفية على جنبات الشواطئ أو المنتجعات السياحية، يفضل البعض الآخر استغلالها في تعلم السياقة. فترة تتعرف فترة الصيف تتعرف بكثرة المرشحين الشباب من فئة من 18 عام حتى 23 سنة بانتهائهم الموسم الدراسي، وتتعرف حتى الناس ديال الجالية ديال برا هما تيجوا عندنا، هما تيكون الإقبال عليهم كثير. هالفترة تتكون عندنا شي شوية الخدمة أحسن من الفترات السابقة. مؤسسات تعليم السياقة بكل المدن المغربية تعرف خلال العطلة الصيفية إقبالا كبيرا من لدن الشباب وأفراد جاليتنا بالخارج.
في المجال الرياضي استطاعت رياضة السنوكر إضافة ميداليتين ذهبية ونحاسية لرصيد المملكة بالألعاب الإفريقية بعد فوز كل من أمين عميري وياسين بلامين يوم أمس في اللقاءات النهائية التي جرت بالدار البيضاء. وقد أحرزت رياضة السنوكر 6 ميداليات خلال هذه الألعاب من بينها 3 ذهبيات. ريبورتاج أمين هناوي وعبد الرحمن زيان. ميداليات جديدة أحرزها أبطال رياضة السنوكر خلال الألعاب الإفريقية التي تحتضنها المملكة، بإضافة ميداليتين ذهبية أحرزها المتألق أميل العميري ونحاسية أحرزها ياسين بلامين. ولحظة تتويج الأبطال في اختتام هذه المنافسات والحصيلة 6 ميداليات، 3 منها ذهبية، وأمام كبار القارة الإفريقية. كان بالنسبة لي حلم وتحقق الحمد لله، واليوم كانوا أجواء رائعة، كان لوندرويت تري تري كالم، كان عطينا لي كونديسيون فافورابل بور سو كونسونطري ونكونوا 100% في التورنوا. الحصيلة المشرفة لرياضة السنوكر خلال هذه الألعاب والتي بلغت 6 ميداليات ترجع حسب المشرفين على هذه اللعبة إلى التدريب المكثفة والعمل التقني المتواصل مع العناصر الوطنية. واش في فيغ زعما فرحان لهادشي اللي داروا، فرحونا كاملين وطنك مغاربه. وهادشي كيف ما قلت لك راه ما جاش صدفه، راه تعب ديال السنين والسنين، والدراري كيحبوا هاد الرياضه خاص واحد يعني واحد العمل واحد الكفاح واحد يعني واحد الخبره باش الانسان مع يعني التدريب والاستمراريه في العمل كتعطي النتيجه ديالها. والحمد لله الان يعني حنا فرحانين بهاد النتائج اللي حصلنا، لان كنا كنتهضروا مده زمان، وهذه يعني بدايه ان شاء الله الابطال بطوله العالم بطوله افريقيا الى اخره. المنافسة كانت قوية خلال نهائيات هذه الرياضة بحضور دول لها تجربة كبيرة كمصر وتونس، لكن العناصر الوطنية أبت إلا أن ترفع راية المملكة في أكثر من مناسبة خلال هذه الألعاب الإفريقية. وفي إطار الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية الموازية للألعاب الإفريقية 12، نظمت بالرباط ندوة حول القيم والرياضة تحت عنوان ثقافتنا تجمعنا، المجد لقارتنا السمراء. وأشاد المشاركون في هذه الندوة بما قامت به المملكة المغربية من جهود وصفت بالجبارة من أجل تنظيم متميز لدورة الألعاب الإفريقية 12، والتي أسندت إليها قبل 9 أشهر فقط من انطلاقتها، بمشاركة أكثر من 6,000 رياضي يمثلون 54 دولة إفريقية، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الألعاب الإفريقية. للحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد أشرف محمود رئيس الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية. سيد محمود، بداية ما هي دلالات اختيار عنوان هذه الندوة؟ بداية نهني المملكة المغربية على هذه الاستضافة المتميزة لبطولة أو لدورة ألعاب إفريقيا 12. المملكة جمعت إفريقيا من خلال اللعبات الرياضية التي تجاوزت 27 لعبة على الصعيد الأولمبي، وبالتالي جمعت القارة الإفريقية أيضا على الصعيد الثقافي، باعتبار إفريقيا قارة غنية بلغاتها التي تتجاوز 2,000 لغة، وأيضا غنية بتراثها وحضارتها، كما هو حال المملكة المغربية الغنية بثرائها الثقافي وثرائها الجغرافي، وعلى امتداد ترابها من طنجة إلى الجويرة. الكل كان يبحث عن هذه الصبغة الثقافية التي ظهرت في حفل الافتتاح برسالة واضحة المعاني، أن من ليس له ماضي ليس له مستقبل، وبالتالي على النشأ أن يتقيد بقيم المواطنة أولا، وبالتالي قيم الرياضة التي تحث على تعزيز الانتماء للأوطان. الثقافة هي التي تقرب الشعوب، الثقافة هي التي تقبل الآخر وتدعو إلى التسامح. لكل هذا كان نشاط الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية مع اللجنة الثقافية المنضوية تحت لواء اللجنة المنظمة للدورة، التقت الإرادة على أن تكون هذه الندوة عنوان رئيسي، باعتبار أن المملكة المغربية تجمع الرياضيين وتجمع الثقافات الإفريقية. وهنا وجبت تحية معالي الوزير السيد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه
الدورة وكل الأطر في الوزارة وكل الأطر في اللجنة المنظمة على التعاون الذي وجدناه كاتحاد إفريقي للثقافة الرياضية من أجل إنجاح هذه الندوة التي أشاد بها الجميع وأشادوا بتنظيم المملكة لهذا الحدث الكبير الأول من نوعه والذي يعني فيه عدد قياسي من المشاركين أكثر من 6400 مشارك. هذا رقم كبير يعكس قدرة المملكة على الاستضافة الكبرى للبطولات. بخصوص هذه النقطة سيد محمود باعتباركم واحدا من الإعلاميين المتابعين لهذه الألعاب الإفريقية، ما هي انطباعاتكم بخصوص تنظيم المغرب لهذه التظاهرة القارية الكبيرة في وقت وجيز جدا؟ حينما أسند هذا الملف وهذا التنظيم للمملكة المغربية قبل 9 أشهر فقط من موعد انطلاقته كان هذا التحدي أكدت المملكة المغربية أنها قادرة عليه وقادرة بكوادرها البشرية بمنشآتها الرياضية المتميزة والمتنوعة، قادرة بحضارتها بتراثها بأفكارها بحماسة شبابها وحماسة مسؤوليها للوصول إلى هذا الأمر. الجديد في هذا الأمر أيضا أن الإعلام المغربي كان له دور كبير في إبراز كل هذه المناشط، وأستأذنك في أن أوجه تحية للرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين التي عاونتنا شخصيا في الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية في تنظيم الندوة، كل زملائي الإعلاميين المصريين الذين يتواجدوا هنا للمشاركة مع المنتخبات المصرية والذين يطوفون كل الملاعب يؤكدوا على يعني تميز التنظيم، وواضح من البداية أن المملكة المغربية اتخذت تحدي خاص أن تنظم في وقت قياسي وجيز بطولة متميزة يسجلها التاريخ في أنها تنظيم مثالي من دولة مثالية بوجود إفريقي قياسي. سيد أشرف محمود رئيس الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية، لكم جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة. وجهتنا الآن مدينة تفراوت التي تحتضن فعاليات مهرجان تفاوين لفنون القرية في دورتها 14، برمجة متنوعة تحتفي بجمالية تراث القرية من خلال معرض للمنتوجات المحلية وحفل زواج جماعي. ريبورتاج شهاب زريوح وفؤاد الحرش. مهرجان تفاوين هو احتفاء بفنون القرية وبتراثها المتنوع والفريد، ومن أبرز المظاهر عرض تقاليد وطقوس العرس التفراوتي من خلال احتفالية الزواج الجماعي بما لها من أبعاد ودلالات. وهذه المبادرة هذه راه شي حاجة مزيانة تتشجع الشباب على الزواج، حيث الزواج راه شي حاجة طاعة، والزواج شي حاجة الزواج ديال الصغر راه تينفع. المهرجان هو أيضا تثمين للمنتوجات المجالية من خلال فضاء خاص لعرض منتجات التعاونية النسائية والجمعية الفلاحية والحرفية. نجينا من منطقة تقا زيلة تقا جامعة يتوى بالليد وراء يتعمان، وهذا واحد المنتوج ديال التمر التعاونية النخيل كتسمت بهذا النوع ديال التمر ديال بوفكوس. أول مرة شاركنا في المعرض ديال تفراوت، حيت حنا يلا بدينا عام هذا باش بدينا الهدف ديالنا باش يعرفونا الناس باش نعرفوا الناس وكنستافدوا من التكوين اللي كيديروا لينا في هذه الشبكه. كما مكنت البرمجة الفنية للمهرجان الجمهور من فرجة ممتعة مع الفرق الشعبية والفولكلورية. كنقدموا للجمهور ديال تفراوت فن الدقة الرودانية اللي هي الأصل ديال الدقة المغرب، ونتمنى لهاد الناس ان شاء الله التوفيق. هاد التميز اللي كيحظى به تفاوين كيجي من التنوع ديال الفقرات ديالو، الخشبه ديال تفاوين كتحتضن المع الاسماء في الاغنيه المغربيه وكذلك فنون القريه من مختلف الجهات. وبذلك يساهم مهرجان تفاوين في النهوض بالموروث الثقافي اللامادي وفي تجديد فنون القريه. ختاما مشاهدينا تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظاهرة. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، تأكيد من جلالة الملك على مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل وغايتها المواطن المغربي.
رياضة سنوكر تضيف ميداليتين ذهبية ونحافية لرسيل المملكة في الألعاب الإفريقية بعد فوز كل من أمين عميري وياسين بلامين في اللقاءات النهائية بالدار البيضاء. في إطار الألعاب الإفريقية 12 تنظيم ندوة بالرباط حول القيم والرياضة تحت عنوان ثقافتنا تجمعنا المجد لقارتنا السمراء وإشادة بجهود المغرب لتنظيم هذه التظاهرة القارية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.